الفريق الصح عملت نهايه 3 سنين 19 تعاون زائد جهود الزملاء. خلال 19 بعد التطبيق الكامل من فضلك قول لي 1 2 3 كم من صالح المرشدين من بره 19 بعد حتى لو مش عملت ما تموش في 19 ايه الخطوات اللي اتعملت من قبل المجلس لضمان تشغيل المرشدين ولضمان استعاده السياحه بعد 19 بعد 18 شهر لحد النهارده؟ ايه الخطوات اللي تمت استعاده السياحه وتشغيل المرشدين؟ مدام باتن طبعا محتاجين نادي، طبعا محتاجين نادي، ولكن انا اول واحد كنت بنتقد غريب، لان غريب في عهد زاد المرشدين اربع اضعاف من 4000 مرشد ل 16000 مرشد. انا ترخيصي 2000 النهارده عدى العدد 16000. انا بسال ايه الخطوات اللي خدها المجلس في انه يقلل العدد من الجاي، طبعا مش من اللي فات خلاص، لكن من الجاي حد الاعداد. ايه الخطوات اللي اتخذت لحد الاعداد من المجلس؟ وكمان محتاجين طبعا نادي. انا سمعت معرفش واحد قال لي دلوقتي ان محمد غريب خد العرض، بس انا اقترح انتقدت غريب عشان الاعداد، لكن انا بسال في حد قال ان هو اضطر ياخدها باسمه عشان ممنوع تملك الاراضي لمنشات، فعايزين نعرف الجهاز المركزي للمستحوذات ده صح ولا لا؟ ممنوع تملك الاراضي لمنشات عشان كده خدها باسمه؟ طب وايه؟ طب ما اعرفش صح ولا لا. العقد بيقول كده، العقد. اوكي. وبعدين هل صحيح كفايه؟ عايز الردود. السبع نقط اللي انا كاتبهم هنا هروح اكتبهم. صار عايز رد عليه. اتفضل. السبع نقط. اتفضل.